بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 33 عهد رسول الله وأفعاله 65، وهي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآية أن يبين عصمة النبي، فالله سبحانه وتعالى عصمه من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره، وبالتالي أمرنا أن نأخذ منه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها الإخوة، الإيمان برسالة رسول الله والإيمان بعصمة رسول الله جزء أساسي من الإيمان. الإيمان برسالة رسول الله وبعصمة رسول الله جزء أساسي من الإيمان. الله عز وجل أعطى النبي هامشاً اجتهادياً ضيقاً ليكون هناك فارق كبير بين مقام الألوهية المطلق وبين مقام النبوة. هذا الهامش إن أصاب النبي في هذا الهامش أقره الوحي على حكمه، وإن لم يصب فالوحي صحح له. إذن هناك مقام النبوة وهناك مقام الألوهية. على كل، في النهاية النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. عصمه الله في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي صفاته. فلذلك حينما يحكم النبي بحكم ما، هذا الحكم لا يمكن أن يكون عن الهوى، إنه حكم حق مؤيد من قبل الحق. فالذي يعترض على حكمه يعترض على نبوته، والذي يعترض على حكمه يعترض على رسالته، والذي يعترض على حكمه يعترض على عصمته. من هنا قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تروي كتب أسباب النزول أن صحابيا جليلا اسمه الزبير ابن العوام، هذا الصحابي الجليل له أرض في المدينة، أرض مرتفعة، ولصحابي آخر اسمه حاطب بن بلتعة، أرض في جوار أرض الزبير ابن العوام لكنها أخفض من أرض الزبير. فحصل بينهما تنازع واحتكما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام نطق بالعدل، يعني أعطى حكما أن يبدأ ابن مسعود بسقي أرضه ثم تنتقل الماء إلى أرض حاطب، لأن أرض ابن مسعود أعلى. أما إذا بدأنا بحاطب لا بد من أن
تجتمع الماء إلى وقت طويل حتى تنتقل إلى أرض الزبير. يعني صدر عن هذا الصحابي كلمة، والمناسبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعليهم رضوان الله ليسوا معصومين، وهم درجات متفاوتة. فقال هذا الصحابي: ألأنه ابن عمتك؟ فكان الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله. فهذه الكلمة تركت أثراً بالغاً في النبي عليه الصلاة والسلام. مقام النبوة أعظم بكثير من أن ينحاز الإنسان إلى ابن عمته. عندئذ قال عليه الصلاة والسلام: أن تبدأ السقيا من عند حاطب تطيباً لقلبه، لكن وجد مشقة كبيرة عندئذ، لا بد من أن يجتمع الماء إلى وقت طويل جداً حتى يمكن أن تنتقل إلى أرض الزبير ابن العوام. يقول بعض العلماء إن هذه القصة سبب نزول هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الحقيقة أنه هناك قصة أخرى لعلي ذكرتها في الدرس السابق، من أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى توجيها لأصحابه ألا يقتلوا عمه العباس. قال بعضهم ولم يفهم حكمة النبي، أو لم يستوعب أبعاد رؤية النبي، أو لم يفهم ملابسات هذا الأمر، ابن عباس أسلم سرا وبقي في مكة عين النبي عليه الصلاة والسلام. وقيادة النبي قيادة ذكية جدا وتحتاج إلى معلومات كأية قيادة أخرى عالية المستوى. المعلومات عنصر أساسي جدا في اتخاذ القرار الصحيح. فكان هذا الإنسان عم النبي عليه الصلاة والسلام معلنا إسلامه لرسول الله فقط سرا، مخفيا إسلامه عن كفار قريش، وكان بينهم، وكان في أعلى مستوى من إدارتهم، كان من وجهاء قريش، فكان ينقل إلى النبي كل ما يجري في مكة وكل ما يزرع عليه مشركو مكة، ينقل له أولا بأول كل الأخبار الدقيقة. فجاءت معركة بدر، لو أن هذا الصحابي الجليل لم يخرج مع المشركين لكشف نفسه وانتهت مهمته، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ أصحابه نبأ إسلامه لكشفه وانتهت مهمته، لو بقي النبي ساكتا لقتله أصحابه لأنه عندهم مع المشركين. إذن لا بد من أن يقول النبي هذا الكلام المختصر المفيد: لا تقتلوا عمي العباس. أحدهم قال: أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه، أساء الظن برسول الله. هؤلاء الأنبياء أيها الإخوة قمم البشر، قمم البشر. يعني أن يكون هناك بعد عن أن ينحازوا لأقربائهم كما بين الأرض والسماء. ثم كشف هذا الصحابي أن هذا العم الذي نهى عن قتله هو مسلم، وهو عين النبي في قريش. يقول هذا الصحابي: ظللت أتصدق 10 سنين رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. والمرء الذي لا يحتكم إلى الشرع ليس مؤمنا، بنص هذه الآية. المرء الذي يحتكم لقانون وضعي لأنه يتوهم أنه يعطيه أكثر من حقه ليس مؤمنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم صاحبه سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم
من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من الاحتكام لغير شرع الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا كنت مؤمناً بهذا الخالق العظيم، مؤمناً بعلمه المطلق، حكمته المطلقة، رحمته المطلقة، عدله المطلق، وثبت لك أن هذا كلامه وأن هذا الشرح شرح نبيه، ثم تعترض، ثم تتريث، ثم تضع حكم الله على بساط البحث، ثم تضع حكم الله تحت المناقشة والتصويب، فهذا الذي يفعل هذا ليس مؤمنا ورب الكعبة. كنت مرة في بلد بعيد غربي في مؤتمر إسلامي، قام بعض الخطباء وقال: نحن هنا كل شيء قابل للبحث، ليس عندنا شيء مقدس، وكل شيء قابل للرفض. هذا في مجتمع العولمة، في مجتمع الكفر. أما نحن كمسلمين نؤمن بإله عظيم أسماؤه حسنى وصفاته فضلى، نؤمن بكلامه القديم، نؤمن برسالة نبيه العظيم، فإذا ثبت لدينا من خلال آية قرآنية أو من خلال حديث شريف صحيح أن هذا هو حكم الله، وترددنا في قبوله، أو وضعناه على بساط البحث، أو وضعناه على محك التجربة، فنحن لسنا مؤمنين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إن لم نقبل حكم الله فلسنا مؤمنين، لا يكفي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وبعد أن يحكموك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني يرتاحون لهذا الحكم، ثم يسلموا تسليما، ينصاعوا إلى هذا الحكم. ينبغي أن تحتكم إلى رسول الله، وينبغي أن ترضى بحكم رسول الله، وينبغي أن تنفذ حكم رسول الله. هذا في حياته، فما معنى الآية بعد مماته صلى الله عليه وسلم؟ سنته بيننا، أحكامه بيننا، جمعها العلماء وبوبوها وصنفوها ومحصوها، فسنة النبي بين أيدينا متوافرة. لذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الاحتكام إلى سنته، أو الاحتكام إلى ما صح من سنته، لأن القرآن الكريم قطعي الثبوت، بينما سنة النبي ظنية الثبوت، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فكلما ذكرت القرآن أكتفي بكلمة القرآن لأنه قطعي الثبوت، أما إذا ذكرت كلمة السنة ينبغي أن أتبعها بكلمة الصحيحة. والذي ينكر حديثا صحيحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، فقد كفر كفرا كما قال العلماء كفرا دون كفر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. من أحكام الفقه مثلا أن الشريك المضارب على الربح والخسارة، كم إنسان يضع أمواله في مؤسسة، في شركة، وهذه المؤسسة أو تلك الشركة لم تقصر ولم تعتدي،
وتتحقق خسارة. هذا الذي يرفض أن يدفع الخسارة هو يعترض على حكم الله عز وجل. ما الفرق بين المضاربة وبين إيداع المال في البنك؟ ما الفرق بين المضاربة وبين استثمار المال ربويا؟ ما الفرق بين المضاربة وبين استثمار المال ربويا؟ هو أن في الاستثمار الربوي نسبة ثابتة رابحة دائما، بينما في المضاربة ربح وخسارة. فما لم يكن الشريك المضارب الذي يعمل بجهده، ما لم يكن معتديا، وما لم يكن مقصرا، وما لم يكن مخالفا لتعليمات صاحب المال، وتحققت خسارة، هذه الخسارة يتحملها صاحب المال، لأن صاحب الجهد خسر جهده وأصبح الذي أنفقه دينا عليه. هذا هو حكم الله عز وجل. كم مسلم يضع ماله ليستثمره بالطريقة الشرعية بطريق المضاربة ويقبل الخسارة؟ لا يقبل الخسارة، بل لا يقبل نسبا ضئيلة من الربح مهما تكن الظروف قاسية. فهذا الذي يرفض أن يخسر ويرفض أن يساهم في الخسارة، هذا رفض حكم الله عز وجل. أمثلة كثيرة جدا أيها الإخوة. هذا الذي يرفض أن يعطي بناته حصصهم الإرثية فيكتب كل أملاكه للذكور، متوهما أن الإناث إذا ورثوا من أبيهم ينتقل هذا المال إلى أزواجهم، هذا إنسان يرفض حكم الله عز وجل. لو ذهبت لأضرب الأمثلة على أن المسلمين يرفضون حكم الله عز وجل لوجدت الأمثلة لا تعد ولا تحصى. وهذه الآية قاسمة والله أيها الإخوة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآن التحكيم إلى سنة النبي، إذا التجأت إلى عالم بالذكر، ألم يقل الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ إذا التجأت إلى عالم بالذكر بالقرآن والسنة وحكم لك حكما وفق القرآن والسنة، أعطاك الدليل من القرآن والسنة ورفضت الحكم، أنت عندئذ رفضت حكم الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة، لو ذهبت لأضرب الأمثلة على رفض حكم الله هي أمثلة كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. لذلك ينبغي أن توقن أن الله حينما يتخلى عن المسلمين في قضاياهم المصيرية لا لأسباب بسيطة بل لأسباب كبيرة. ينبغي أن تحتكم إلى الشريعة السمحاء، ينبغي أن تقبل هذا الحكم نفسيا لا بلسانك، ينبغي أن تنصاع لهذا الحكم سلوكيا، أن تحتكم ثم أن تقبل نفسيا لا لفظيا ثم أن تنصاع لتنفيذ هذا الحكم. لو أن إنسان يسكن في بيت ليس له والقانون معه سابقا والشرع ليس معه وعنده إمكان أن يشتري بيتا وأن يعطي البيت لصاحبه ويرفض اعتمادا على مادة قانونية تحميه، هذا حاله كحال الذي رفض حكم الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الأهل الذين يصرون على أن يجعلوا احتفالات الأفراح وفق النمط الغربي وهم مسلمون والطيبون للطيبات كتب على بطاقات الدعوة وهم من رواد المساجد، لكنهم يصرون على أن يكون الاحتفال على النمط الغربي حفلا فيه اختلاط، ولا بد من أن يجلس الزوج أمام كل المدعوات وهن كاسيات عاريات. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
لو انتقلنا إلى كلمة لا يؤمنون، يقول الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء من هم؟ الشركاء، الأزواج، الجيران. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الأقوى يأخذ ما عند الأضعف، والأغنى يستغل الأفقر. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. استنبط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الذي يبغي على خليطه ليس مؤمنا. كم دعوة في قصر العدل بعشرات الألوف في كل غرفة من غرف محكمة النقض، دعاوى بعشرات الألوف، وفي معظمها دعاوى كيدية فيها افتراء وظلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أكثر هذه القضايا تبدو واضحة في قضايا الإرث. هناك رغبة أن نحرم أناسا وأن نعطي أناسا، نأبى أن نوزع الإرث وفق منهج الله وفق أحكام الإرث. هذا يندرج تحت الرفض. هذا الذي يرفض أن يكون الحفل وفق المنهج الإلهي هو يرفض حكم الله. هذا الذي يرفض أن تتحجب المرأة، أسر إسلامية تصلي في المساجد ويرفضون الحجاب، والحجاب حق، والحجاب شرع، والحجاب حكم الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أنا لا أتحدث عن الشاردين إطلاقا، أتحدث عن رواد المساجد. لو دخلت إلى بيوت رواد المساجد لا تجد حكم الله مقبولا عندهم. كم أسرة تقبل أن تقيم وليمة فيها فصل بين النساء والرجال؟ كم لا يقبلون، يرفضون أشد الرفض أن يكون الرجال في مكان والنساء في مكان، بدعوى أن هذا تفريق للأسرة. هو رفض لحكم الله عز وجل. كم من أسرة ترفض من ابنها أن يبتعد عن قريباته الأجنبيات عنه، يعدونه جفاء. والله قبل يومين جاءني سؤال، يعني هذه المرأة تحضر حفلا في مكان عام حريصة على حجابها، قال من حولها لها وهن ملتزمات فيما يدعين، إن لم تخلعي عنك المعطفة وغطاء الرأس فهذا جفاء لصاحبة الدعوة. أسر إسلامية ملتزمة يرتادون المساجد يرفضون حكم الله عز وجل، يرفضون حكم الله في الحجاب، يرفضون حكم الله في الاختلاط، يرفضون حكم الله في عمل المرأة، يرفضون حكم الله في التجارة، يرفضون حكم الله في البيع، يرفضون حكم الله في الإرث، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أما حينما يصلون لا يرفضون الصلاة لأنها لا تغير من حياتهم شيئاً، يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويزكون، هذا شيء مقدور عليه. أما أن يعيشوا حياة إسلامية، أن يعيشوا وفق منهج الله، أن تكون علاقاتهم إسلامية، أن تكون أفراحهم إسلامية، أن تكون أحزانهم إسلامية، لا، هذا مرفوض. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبعا الآية الآن معناها بالنسبة إلينا الاحتكام إلى سنة رسول الله،
الاحتكام إلى سنة رسول الله. أيها الإخوة الكرام، الاحتكام إلى سنة رسول الله يعني أن تلجأ إلى الشريعة، لكن هناك أناس كثيرون يلجؤون إلى الشريعة لا تعظيماً للشريعة ولا تحكيماً لشرع الله، ولكن يلجؤون إلى الشريعة حينما يتأكدون أن حقهم لن يصلوا إليه عن طريق القانون، حينما يتأكدون أن حقهم لن يصلوا إليه عن طريق القانون يلجؤون ساعتئذ إلى الشريعة. هم أنفسهم لو تيقنوا أن حقهم يأخذونه من خلال القانون ما لجأوا إلى العلماء ولا إلى الشريعة. إذن من أبسط علامات الإيمان أن تحتكم إلى شرع الله، ومن أبسط علامات الإيمان أن ترضى بحكم الله، ومن أبسط علامات الإيمان أن تسارع إلى تطبيق حكم الله. الاحتكام أولاً، والراحة النفسية ثانياً، والانصياع للحكم ثالثاً. ثم يقول الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أخواننا الكرام، القتل هو موت قسري. مصباح الكهرباء قد تطفئ المفتاح فينطفئ المصباح، أنت ماذا فعلت؟ عطلت النور. كيف عطلت النور؟ بقطع الكهرباء. هذا هو الموت، حينما تسحب الروح من جسم الإنسان، يعني يسحب إمداد الله لهذا الإنسان، يموت الإنسان. أما حينما تكسر هذا المصباح ينطفئ، الكهرباء واصلة إليه، لكن هذا المصباح الذي هو غلاف للكهرباء لم يعد صالحاً لقبول هذه القوة المحركة. فالموت تعطل القوة التي تمد هذا الجسم، لكن القتل تخريب للجسم بحيث لا يغدو صالحاً للروح. هذا هو الفرق بين القتل وبين الموت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الموت سحب القوة المحركة من جسم الإنسان، أما القتل تخريب الجسم بحيث لا يصلح لبقاء الروح فيه. يقول الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني القتل هدم قسري، وإخراج الإنسان من دياره إخراج قسري، وبينهما اتصال. والأمم التي قبلنا حملت حكما صعبا لحكمة أرادها الله، لذلك جاء في أدعية القرآن الكريم: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله عز وجل كتب على بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، لا يتوب الله عليهم إلا إذا قتلوا أنفسهم. الحمد لله الذي يسر الله لنا طريق التوبة من دون قتل النفس. وقد حمد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربه على أن هذا الحكم لا يطبق في شريعتنا. نعم. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يعني أنت حينما ترى الدنيا فقط ترى فقد الحياة أكبر مصيبة، أما حينما تؤمن بالآخرة إيمانا يقينيا ترى أن هذه الحياة لا شيء أمام الآخرة. وكنت أقول دائما: لو أن واحدا في الأرض
وأصفارا إلى الشمس، وبين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، وكل مليمتر صفر. هذا الرقم العملاق، واحد في الأرض وأصفار 156 مليون كيلومتر، وكل ملي صفر. هذا الرقم لو وضع صورة لكسر مخرجه لا نهاية فقيمته صفر. فالإنسان حينما يرى الدنيا فقط تكبر عليه مصائبها، أما حينما يرى الآخرة تهون عليه مصائبها. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أيها الإخوة، مهما بدا لك الحكم الشرعي قاسيا، إنه طريق إلى سعادة أبدية، طريق إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، طريق إلى سعادة لا تنتهي. فيا أيها الإخوة، مهما بدا لك الحكم الشرعي صعبا، مهما بدا لك الحكم الشرعي قاسيا، قطع اليد حكم شرعي، ولكن قطع يد واحدة أفضل ألف مرة من أن ترتكب في كل 30 ثانية جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب. في الدول المتقدمة ماديا، في دول الترف والبذخ وحرية الإنسان والفلتان الأخلاقي، في كل 30 ثانية ترتكب جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب. لكن في بلاد تطبق فيها الشريعة الإسلامية لا يحتاجون إلى قطع أكثر من يد أو يدين طوال العام. هذا حكم الله عز وجل، مهما بدا قاسيا ينبغي أن تستوعب أن الذي أصدره هو خالق البشر، هو الحكيم. قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن البشر تساهلوا في أحكام السرقة والزنا، أكبر مشكلات العالم اليوم السرقة والزنا، أكبر مشكلات العالم حتى في البلاد الإسلامية السرقة والزنا، وهما جريمتان في الشريعة الإسلامية عليهما حدود قاسية جدا. يعني إلى حين بلاد تطبق الشريعة الإسلامية يمكن أن تنقل رواتب محافظة بأكملها بعيدة عن العاصمة 2000 كيلومتر، تنقل بشاحنات عادية، ولا يجرؤ أحد أن يسرق هذه السيارة، بينما في بلاد الغرب مركبات مصفحة مع تسليح مع هليكوبتر مع مرافقة عالية جدا حينما تنقل الأموال من مكان إلى مكان. هذا حكم الله عز وجل إلى مسافة قريبة. يعني في مواسم الحج الذي يبيع العملات في صندوق خشبي في ملايين، يحين وقت الصلاة يضع عليه قماشا ويذهب إلى المسجد، هذا نراه رأي العين نحن، هذا من ثمار تطبيق حكم الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات فيها معنى دقيق جدا. يعني لو أن حكم الله يقتضي أن نقتل أنفسنا، والحقيقة أن أكبر مصيبة على الإطلاق قتل النفس، فإذا نفذنا حكم الله لكان خيرا لهذا الذي نفذ الحكم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يعني لو قسمت المصائب في الدنيا، إنسان فقير، إنسان مريض، إنسان في مشكلة، إنسان في سجن، تقع على قمة هذه المصائب أن تنتهي حياته. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ دققوا الآن، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟
أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا. الموت مصيبة كبيرة، انتهت الحياة، انتهى الاستغفار، انتهى العمل الصالح، انتهت التوبة. فلو أن حكم الله كما كان في بني إسرائيل، لو أن حكم الله هو القتل، أن يقتل الإنسان نفسه، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم، لو أن حكم الله يقتضي قتل النفس وإنهاء الحياة، ونفذ هذا الحكم برضا، لكان العطاء الإلهي بعد هذا القتل جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكيف إذا كان حكم الله أن تصلي فقط، وأن تكون صادقا وأمينا وعفيفا وطاهرا، صائما مصليا منفذا لأمر الله عز وجل؟ يعني أعطاك الله عز وجل حكم ليس في شريعتنا، أعطاك حكم يحمل الإنسان ما لا يطيق، بدليل قول الله عز وجل: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ومع ذلك لو نفذت هذا الحكم الذي لا طاقة لك به لهداك الله إلى صراط الجنة، إلى طريق الجنة، وإلى سعادة أبدية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أما أنتم أيها المؤمنون لستم مكلفين إلا بطاعة الله ورسوله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني كل التكاليف مقدور عليها، كل التكاليف ضمن وسع الإنسان، كل التكاليف بإمكان أي مسلم أن يطبقها. هذا الصحابي الجليل الذي عينه النبي قائدا ثالثا في مؤتة، وقد أمسك الراية القائد الأول سيدنا زيد فقاتل بها حتى قتل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم أخذ الراية سيدنا جعفر فقطعت يده اليمنى فأمسكها بيده اليسرى، فقطعت يده اليسرى فأمسكها بعضديه ثم قتل. قال: ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإن له جناحين يطير بهما في الجنة. ثم سكت النبي، سكت عن القائد الثالث عبد الله ابن رواحة، فقال أصحاب رسول الله: يا رسول الله ما فعل عبد الله؟ فسكت النبي بمقدار ما تردد عبد الله. عبد الله كان شاعرا، قال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، إن تفعلي فعلهما رضيت، وإن توليت فقد شقيت. فقال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. فالذي نؤمر به أن نصلي، أن نصوم، أن نؤدي زكاة أموالنا، أن نحج بيت الله الحرام، أن نغض أبصارنا، أن نضبط لساننا، أن نكون أمناء وصادقين، ليس غير. لذلك شريعتنا سمحاء. ومن يطع الله والرسول، من يطع الله في قرآنه، ومن يطع الرسول في سنته، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن أسباب نزول هذه الآية أن أحد أصحاب رسول الله الذين كانوا في خدمته وكانوا فقراء، النبي عليه الصلاة والسلام سأله مرة: لما أنت حزين؟ قال: يا رسول الله أنا معك في الدنيا، لكن في الآخرة أين أنا منك؟ أنت مع النبيين. فنزلت هذه الآية:
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، هذا الفضل. أما الذي اشترى أرضا بألف أصبح حقه 10 ملايين يظن أن هذا فضل كبير، لا بد من أن يموت ويتركها. الذي معه وكالة حصرية أرباحه باليوم بالملايين لا بد من أن يموت ويتركها. تواضع الناس على قيم الدنيا وعلى مكاسب الدنيا وعلى أموال الدنيا وعلى مباهج الدنيا وعلى ملذات الدنيا، لكن الله يقول ذلك الفضل من الله، هذا هو العطاء الحقيقي، هذا هو الفوز العظيم، هذا هو الفلاح، هذا هو النجاح، هذا هو الفوز. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن هذه الآيات يعني كلف بنو إسرائيل بأحكام لا طاقة لهم بها، ولكننا والحمد لله كلفنا بأحكام نستطيعها ضمن وسعنا وإمكاننا، قابلة للتطبيق، قابلة للتنفيذ. إذن ملخص هذه الآيات: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، والحمد لله رب العالمين. فليتبوأ مقعده من النار. ومن روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فكلما ذكرت القرآن أكتفي بكلمة القرآن لأنه قطعي الثبوت، أما إذا ذكرت كلمة السنة ينبغي أن أتبعها بكلمة الصحيحة. والذي ينكر حديثا صحيحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، فقد كفر كفرا كما قال العلماء كفرا دون كفر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. من أحكام الفقه مثلا أن الشريك المضارب على الربح والخسارة، كم إنسان يضع أمواله في مؤسسة في شركة، وهذه المؤسسة أو تلك الشركة لم تقصر ولم تعتدي وتتحقق خسارة، هذا الذي يرفض أن يدفع الخسارة هو يعترض على حكم الله عز وجل. ما الفرق بين المضاربة وبين إيداع المال في البنك؟ ما الفرق بين المضاربة وبين استثمار المال ربويا؟ ما الفرق بين المضاربة وبين استثمار المال ربويا؟ هو أن في الاستثمار الربوي نسبة ثابتة رابحة دائما، بينما في المضاربة ربح وخسارة. فما لم يكن الشريك المضارب الذي يعمل بجهده ما لم يكن معتديا وما لم يكن مقصرا وما لم يكن مخالفا لتعليمات صاحب المال وتحققت خسارة، هذه الخسارة يتحملها صاحب المال لأن صاحب الجهد خسر جهده وأصبح الذي أنفقه دينا عليه، هذا هو حكم الله عز وجل. كم مسلم يضع ماله ليستثمره بالطريقة الشرعية بطريق المضاربة ويقبل الخسارة؟ لا يقبل الخسارة، بل لا يقبل نسبا ضئيلة من الربح مهما تكن الظروف قاسية. فهذا الذي يرفض أن يخسر ويرفض أن يساهم في الخسارة هذا رفض حكم الله عز وجل. أمثلة كثيرة جدا أيها الإخوة. هذا الذي يرفض أن يعطي بناته حصصهم الإرثية فيكتب كل أملاكه للذكور متوهما أن الإناث إذا ورثوا من أبيهم ينتقل هذا المال إلى أزواجهم، هذا إنسان يرفض حكم الله عز وجل. لو ذهبت لأضرب الأمثلة على أن المسلمين
يرفضون حكم الله عز وجل لوجدت الأمثلة لا تعد ولا تحصى. وهذه الآية قاسمة والله أيها الإخوة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآن التحكيم إلى سنة النبي، إذا التجأت إلى عالم بالذكر، ألم يقل الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ إذا التجأت إلى عالم بالذكر بالقرآن والسنة وحكم لك حكما وفق القرآن والسنة، أعطاك الدليل من القرآن والسنة ورفضت الحكم، أنت عندئذ رفضت حكم الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة، لو ذهبت لأضرب الأمثلة على رفض حكم الله هي أمثلة كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. لذلك ينبغي أن توقن أن الله حينما يتخلى عن المسلمين في قضاياهم المصيرية لا لأسباب بسيطة بل لأسباب كبيرة. ينبغي أن تحتكم إلى الشريعة السمحاء، ينبغي أن تقبل هذا الحكم نفسياً لا بلسانك، ينبغي أن تنصاع لهذا الحكم سلوكياً، أن تحتكم ثم أن تقبل نفسياً لا لفظياً ثم أن تنصاع لتنفيذ هذا الحكم. لو أن إنسان يسكن في بيت ليس له والقانون معه سابقاً والشرع ليس معه وعنده إمكان أن يشتري بيتاً وأن يعطي البيت لصاحبه ويرفض اعتماداً على مادة قانونية تحميه، هذا حاله كحال الذي رفض حكم الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الأهل الذين يصرون على أن يجعلوا الاحتفالات احتفالات الأفراح وفق النمط الغربي وهم مسلمون والطيبون للطيبات كتب على بطاقات الدعوة وهم من رواد المساجد، لكنهم يصرون على أن يكون الاحتفال على النمط الغربي حفلا فيه اختلاط، ولا بد من أن يجلس الزوج أمام كل المدعوات وهن كاسيات عاريات. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لو انتقلنا إلى كلمة لا يؤمنون، يقول الله عز وجل وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء من هم؟ الشركاء، الأزواج، الجيران. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الأقوى يأخذ ما عند الأضعف، والأغنى يستغل الأفقر. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. استنبط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الذي يبغي على خليطه ليس مؤمنا. كم دعوة في قصر العدل بعشرات الألوف في كل غرفة من غرف محكمة النقض، دعاوى بعشرات الألوف وفي معظمها دعاوى كيدية فيها افتراء وظلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أكثر هذه القضايا تبدو واضحة في قضايا الإرث، هناك رغبة أن نحرم أناساً وأن نعطي أناساً، نأبى أن نوزع الإرث وفق منهج الله وفق أحكام الإرث، هذا يندرج تحت الرفض. هذا الذي يرفض أن يكون الحفل وفق المنهج الإلهي هو يرفض حكم الله. هذا الذي يرفض أن تتحجب المرأة، أسر إسلامية تصلي في المساجد
ويرفضون الحجاب، والحجاب حق، والحجاب شرع، والحجاب حكم الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أنا لا أتحدث عن الشاردين إطلاقا، أتحدث عن رواد المساجد. لو دخلت إلى بيوت رواد المساجد لا تجد حكم الله مقبولا عندهم. كم أسرة تقبل أن تقيم وليمة فيها فصل بين النساء والرجال؟ كم لا يقبلون، يرفضون أشد الرفض أن يكون الرجال في مكان والنساء في مكان، بدعوى أن هذا تفريق للأسرة، هو رفض لحكم الله عز وجل. كم من أسرة ترفض من ابنها أن يبتعد عن قريباته الأجنبيات عنه، يعدونه جفاء. والله قبل يومين جاءني سؤال، يعني هذه المرأة تحضر حفلا في مكان عام حريصة على حجابها، قال من حولها لها وهن ملتزمات فيما يدعين، إن لم تخلعي عنك المعطفة وغطاء الرأس فهذا جفاء لصاحبة الدعوة. أسر إسلامية ملتزمة يرتادون المساجد يرفضون حكم الله عز وجل، يرفضون حكم الله في الحجاب، يرفضون حكم الله في الاختلاط، يرفضون حكم الله في عمل المرأة، يرفضون حكم الله في التجارة، يرفضون حكم الله في البيع، يرفضون حكم الله في الإرث، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أما حينما يصلون لا يرفضون الصلاة لأنها لا تغير من حياتهم شيئا، يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويزكون، هذا شيء مقدور عليه. أما أن يعيشوا حياة إسلامية، أن يعيشوا وفق منهج الله، أن تكون علاقاتهم إسلامية، أن تكون أفراحهم إسلامية، أن تكون أحزانهم إسلامية، لا، هذا مرفوض. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبعا الآية الآن معناها بالنسبة إلينا الاحتكام إلى سنة رسول الله، الاحتكام إلى سنة رسول الله. أيها الإخوة الكرام، الاحتكام إلى سنة رسول الله يعني أن تلجأ إلى الشريعة، لكن هناك أناس كثيرون يلجؤون إلى الشريعة لا تعظيما للشريعة ولا تحكيما لشرع الله، ولكن يلجؤون إلى الشريعة حينما يتأكدون أن حقهم لن يصلوا إليه عن طريق القانون، حينما يتأكدون أن حقهم لن يصلوا إليه عن طريق القانون يلجؤون ساعتئذ إلى الشريعة. هم أنفسهم لو تيقنوا أن حقهم يأخذونه من خلال القانون ما لجأوا إلى العلماء ولا إلى الشريعة. إذن من أبسط علامات الإيمان أن تحتكم إلى شرع الله، ومن أبسط علامات الإيمان أن ترضى بحكم الله، ومن أبسط علامات الإيمان أن تسارع إلى تطبيق حكم الله. الاحتكام أولاً، والراحة النفسية ثانياً، والانصياع للحكم ثالثاً. ثم يقول الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أخواننا الكرام، القتل هو موت قسري، مصباح الكهرباء قد تطفئ المفتاح فينطفئ المصباح، أنت ماذا فعلت؟ عطلت النور. كيف عطلت النور؟ بقطع الكهرباء. هذا هو الموت، حينما
تسحب الروح من جسم الإنسان، يعني يسحب إمداد الله لهذا الإنسان، يموت الإنسان. أما حينما تكسر هذا المصباح ينطفئ، الكهرباء واصلة إليه، لكن هذا المصباح الذي هو غلاف للكهرباء لم يعد صالحا لقبول هذه القوة المحركة. فالموت تعطل القوة التي تمد هذا الجسم، لكن القتل تخريب للجسم بحيث لا يبدو صالحا للروح. هذا هو الفرق بين القتل و... بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 33 عهد رسول الله وأفعاله 65، وهي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآية أن يبين عصمة النبي، فالله سبحانه وتعالى عصمه من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره، وبالتالي أمرنا أن نأخذ منه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها الإخوة، الإيمان برسالة رسول الله والإيمان بعصمة رسول الله جزء أساسي من الإيمان. الإيمان برسالة رسول الله وبعصمة رسول الله جزء أساسي من الإيمان. الله عز وجل أعطى النبي هامشا اجتهاديا ضيقا ليكون هناك فارق كبير بين مقام الألوهية المطلق وبين مقام النبوة. هذا الهامش إن أصاب النبي في هذا الهامش أقره الوحي على حكمه، وإن لم يصب فالوحي صحح له. إذن هناك مقام النبوة وهناك مقام الألوهية. على كل، في النهاية النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. عصمه الله في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي صفاته. فلذلك حينما يحكم النبي بحكم ما، هذا الحكم لا يمكن أن يكون عن الهوى، إنه حكم حق مؤيد من قبل الحق. فالذي يعترض على حكمه يعترض على نبوته، والذي يعترض على حكمه يعترض على رسالته، والذي يعترض على حكمه يعترض على عصمته. من هنا قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تروي كتب أسباب النزول أن صحابيا جليلا اسمه الزبير ابن العوام، هذا الصحابي الجليل له أرض في المدينة، أرض مرتفعة، ولصحابي آخر اسمه
حاطب بن بلتعة، أرض في جوار أرض الزبير بن العوام، لكنها أخفض من أرض الزبير، فحصل بينهما تنازع واحتكما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام نطق بالعدل، يعني أعطى حكما أن يبدأ ابن مسعود بسقي أرضه ثم تنتقل الماء إلى أرض حاطب، لأن أرض ابن مسعود أعلى. أما إذا بدأنا بحاطب لا بد من أن تجتمع الماء إلى وقت طويل حتى تنتقل إلى أرض الزبير. يعني صدر عن هذا الصحابي كلمة، وبالمناسبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعليهم رضوان الله ليسوا معصومين، وهم درجات متفاوتة. فقال هذا الصحابي: ألأنه ابن عمتك؟ فكان الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله. فهذه الكلمة تركت أثرا بالغا في النبي عليه الصلاة والسلام. مقام النبوة أعظم بكثير من أن ينحاز الإنسان إلى ابن عمته. عندئذ قال عليه الصلاة والسلام: أن تبدأ السقيا من عند حاطب تطيبا لقلبه، لكن وجد مشقة كبيرة عندئذ، لا بد من أن يجتمع الماء إلى وقت طويل جدا حتى يمكن أن تنتقل إلى أرض الزبير ابن العوام. يقول بعض العلماء إن هذه القصة سبب نزول هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الحقيقة أن هناك قصة أخرى لعلي ذكرتها في الدرس السابق، من أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى توجيها لأصحابه ألا يقتلوا عمه العباس. قال بعضهم ولم يفهم حكمة النبي، أو لم يستوعب أبعاد رؤية النبي، أو لم يفهم ملابسات هذا الأمر، ابن عباس أسلم سرا وبقي في مكة عين النبي عليه الصلاة والسلام. وقيادة النبي قيادة ذكية جدا بين الموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الموت سحب القوة المحركة من جسم الإنسان، أما القتل تخريب الجسم بحيث لا يصلح لبقاء الروح فيه. يقول الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني القتل هدم قسري، وإخراج الإنسان من دياره إخراج قسري، وبينهما اتصال. والأمم التي قبلنا حملت حكما صعبا لحكمة أرادها الله، لذلك جاء في أدعية القرآن الكريم: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله عز وجل كتب على بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، لا يتوب الله عليهم إلا إذا قتلوا أنفسهم. الحمد لله الذي يسر الله لنا طريق التوبة من دون قتل النفس، وقد حمد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربه على أن هذا الحكم لا يطبق في شريعتنا. نعم. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يعني أنت حينما ترى الدنيا فقط ترى فقد الحياة أكبر مصيبة، أما حينما تؤمن بالآخرة إيمانا يقينيا ترى أن هذه الحياة لا شيء أمام الآخرة. وكنت أقول دائما: لو أن واحدا في الأرض وأصفارا إلى الشمس، وبين الأرض والشمس
156 مليون كيلومتر، وكل مليمتر صفر. هذا الرقم العملاق، واحد في الأرض وأصفار 156 مليون كيلومتر، وكل ملي صفر. هذا الرقم لو وضع صورة لكسر مخرجه لا نهاية فقيمته صفر. فالإنسان حينما يرى الدنيا فقط تكبر عليه مصائبها، أما حينما يرى الآخرة تهون عليه مصائبها. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أيها الإخوة، مهما بدا لك الحكم الشرعي قاسيا، إنه طريق إلى سعادة أبدية، طريق إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، طريق إلى سعادة لا تنتهي. فيا أيها الإخوة، مهما بدا لك الحكم الشرعي صعبا، مهما بدا لك الحكم الشرعي قاسيا، قطع اليد حكم شرعي، ولكن قطع يد واحدة أفضل ألف مرة من أن ترتكب في كل 30 ثانية جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب. في الدول المتقدمة ماديا، في دول الترف والبذخ وحرية الإنسان والفلتان الأخلاقي، في كل 30 ثانية ترتكب جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب. لكن في بلاد تطبق فيها الشريعة الإسلامية لا يحتاجون إلى قطع أكثر من يد أو يدين طوال العام. هذا حكم الله عز وجل، مهما بدا قاسيا ينبغي أن تستوعب أن الذي أفضله هو خالق البشر، هو الحكيم. قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن البشر تساهلوا في أحكام السرقة والزنا. أكبر مشكلات العالم اليوم السرقة والزنا، أكبر مشكلات العالم حتى في البلاد الإسلامية السرقة والزنا، وهما جريمتان في الشريعة الإسلامية عليهما حدود قاسية جدا. يعني إلى حين بلاد تطبق الشريعة الإسلامية يمكن أن تنقل رواتب محافظة بأكملها بعيدة عن العاصمة 2000 كيلومتر، تنقل بشاحنات عادية، ولا يجرؤ أحد أن يسرق هذه السيارة. بينما في بلاد الغرب مركبات مصفحة مع تسليح مع هليكوبتر مع مرافقة عالية جدا حينما تنقل الأموال من مكان إلى مكان. هذا حكم الله عز وجل إلى مسافة قريبة. يعني في مواسم الحج الذي يبيع العملات في صندوق خشبي في ملايين، يحين وقت الصلاة يضع عليه قماشا ويذهب إلى المسجد. هذا نراه رأي العين نحن، هذا من ثمار تطبيق حكم الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات فيها معنى دقيق جدا. يعني لو أن حكم الله يقتضي أن نقتل أنفسنا، والحقيقة أن أكبر مصيبة على الإطلاق قتل النفس، فإذا نفذنا حكم الله لكان خيرا لهذا الذي نفذ الحكم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يعني لو قسمت المصائب في الدنيا، إنسان فقير، إنسان مريض، إنسان في مشكلة، إنسان بسجن، تقع على وتحتاج إلى معلومات كأية قيادة أخرى عالية المستوى. المعلومات عنصر أساسي جدا في اتخاذ القرار الصحيح. فكان هذا الإنسان عم النبي عليه الصلاة والسلام معلنا إسلامه لرسول الله فقط سرا،
مخفيا إسلامه عن كفار قريش، وكان بينهم، وكان في أعلى مستوى من إدارتهم، كان من وجهاء قريش، فكان ينقل إلى النبي كل ما يجري في مكة وكل ما يزرع عليه مشركو مكة، ينقل له أولا بأول كل الأخبار الدقيقة. فجاءت معركة بدر، لو أن هذا الصحابي الجليل لم يخرج مع المشركين لكشف نفسه وانتهت مهمته، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ أصحابه نبأ إسلامه لكشفه وانتهت مهمته، لو بقي النبي ساكتا لقتله أصحابه لأنه عندهم مع المشركين. إذن لا بد من أن يقول النبي هذا الكلام المختصر المفيد: لا تقتلوا عمي العباس. أحدهم قال: أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه، أساء الظن برسول الله. هؤلاء الأنبياء أيها الإخوة قمم البشر، قمم البشر، يعني أن يكون هناك بعد عن أن ينحازوا لأقربائهم كما بين الأرض والسماء. ثم كشف هذا الصحابي أن هذا العم الذي نهى عن قتله هو مسلم، وهو عين النبي في قريش. يقول هذا الصحابي: ظللت أتصدق 10 سنين رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، والمرء الذي لا يحتكم إلى الشرع ليس مؤمنا، بنص هذه الآية. المرء الذي يحتكم لقانون وضعي لأنه يتوهم أنه يعطيه أكثر من حقه ليس مؤمنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم صاحبه سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من الاحتكام لغير شرع الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا كنت مؤمنا بهذا الخالق العظيم، مؤمنا بعلمه المطلق، حكمته المطلقة، رحمته المطلقة، عدله المطلق، وثبت لك أن هذا كلامه وأن هذا الشرح شرح نبيه، ثم تعترض، ثم تتريث، ثم تضع حكم الله على بساط البحث، ثم تضع حكم الله تحت المناقشة والتصويب، فهذا الذي يفعل هذا ليس مؤمنا ورب الكعبة. كنت مرة في بلد بعيد غربي في مؤتمر إسلامي، قام بعض الخطباء وقال: نحن هنا كل شيء قابل للبحث، ليس عندنا شيء مقدس، وكل شيء قابل للرفض. هذا في مجتمع العولمة، في مجتمع الكفر. أما نحن كمسلمين نؤمن بإله عظيم، أسماؤه حسنى وصفاته فضلى، نؤمن بكلامه القديم، نؤمن برسالة نبيه العظيم، فإذا ثبت لدينا من خلال آية قرآنية أو من خلال حديث شريف صحيح أن هذا هو حكم الله، وترددنا في قبوله، أو وضعناه على بساط البحث، أو وضعناه على محك التجربة، فنحن لسنا مؤمنين. فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحكموك. إن لم نقبل حكم الله فلسنا مؤمنين، لا يكفي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وبعد أن يحكموك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني يرتاحون لهذا الحكم ثم يسلموا تسليما، ينصاعوا إلى هذا الحكم. ينبغي أن تحتكم إلى رسول الله، وينبغي أن ترضى بحكم رسول الله، وينبغي أن تنفذ حكم رسول الله. هذا في حياته، فما معنى الآية بعد مماته صلى الله عليه وسلم؟ سنته بيننا، أحكامه بيننا، جمعها العلماء وبوبوها وصنفوها ومحصوها، فسنة النبي بين أيدينا متوافرة. لذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الاحتكام إلى سنته، أو الاحتكام إلى ما صح من سنته، لأن القرآن الكريم قطعي الثبوت، بينما سنة النبي ظنية الثبوت، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع. ومن كذب علي متعمداً